يلا قبل ما يلا يديروا طلعنا. شنو سميت هاد انا سميتو القطة؟ عزوه. عزوة. طلع زيد انا، زيد مشرفين انا، عزوة. زيد انا. اوكي زيد، طلع يا طلع زيد، طلع انا اجي. لا حشومة معاه، يلا عزوه تعامل طلع انا معاه مزيان. اوكي عاود انا سير اوكي الله. زيد طلع انا، طلع زيد طلع هنا. راي سلم سلم سلم. والله شي مدرب ومدريسي يا صاحبي. لا لا مدريسي. واي واحد اخوش يبغى يدريس يمش ديالو يقيد 991 افري وان بشعار. المهم الاخوان، هاد يعني القطة ده غادي نبداو ندوزو على حلقات، فهمتي؟ هادي كنعتبروها يعني واحد الحلقة الأولى، يعني كمقدمة، فهمتي؟ باقي غادي ندير واحد الحلقة يعني كاملة للقطيط ديالنا. القطيط سميتو خربوش. خربوش بن عزوة. لا خربوش واللقب ديالو هو العزوة. عزوة زيد طلع هنا. ايوا سير سير. ايوا ايوا. لا لا معلم معلم معلم. يلا سلم على عمو، سلم سلم. هاي قطة غريبة خوتي. المهم اللي بغا يشري 500 درهم. هاد القطة، هذا الغريب في الأمر أنه لقيت في الجلة عندنا، كان مسكين مريض بالجربة، يعني كانت ديك البلاصة يعني اللي في العنق ديالو كانت تقريبا كلها جربة، يعني ما عنده حتى شي شعرة. سبحان الله، يعني تمثل الشفاء قدرة قادر، يعني صراحة ما عالجنا ما والو، فهمتي؟ يعني داكشي ديال الله. المهم الخوت، كيف ما قلت لكم هاد الحلقة هذيك مقدمة يعني للقط خربوش، يعني الملقب بالعزوة. المهم غادي نقدموا لكم الحلقات ديالو، يعني يوميات خربوش في يوميات العمل. خربوش في العمل. المهم يلا الخوت، تحياتي وخربوش. خربوش خربوش بش بش. خربوش لا والو خوتي، مبغاش يسلم عليكم، قال لكم حتى الحلقة الجاية. يلا الله يعاونكم.